تمام يا فندم، تمام. لا إله إلا الله، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم. خير يا فندم؟ في حاجة حصلت؟ عربية مفخخة دخلت في مديرية أمن الدقهلية، في 14 منهم استشهدوا واثنين مدنيين غير مصابين كمان. بعد إذنك يا فندم، هي الناس دي بتعمل فينا وفي نفسها كده ليه؟ يعني هو يموت منهم ناس وإحنا يموت مننا ناس، وأهلي دول وأهلي دول قلبهم يتقهر وعيالهم تتيتم وحريمهم تترمل، طب عشان إيه كل ده؟ قول لي انت يا رشاد، ايه رايك؟ والله يا فندم ماني عارف. طب قول لي انت عبد الجواد، لو انت عندك في البلد في راجل قوي كده وعافي وانت مش قادر عليه، هتروح تتخانق معاه وتتضرب ولا تجيب له عياله تقف من بعيد تتفرج؟ مش مرجله طبعا يا قائد، بس الاحسن بقى ايه؟ ان انا اجر العيال دي واقف اتفرج عليهم من بعيد زي البرنس. صح كده. طب تخيل بقى العيال دي من عيلته كمان، مش احسن؟ هيبقى احسن واحسن يا قائد. أو الاسم إن هم أهله دخلوا في بعض وأنا واقف بعيد بتفرج ولا كأني عملت حاجة. العيال بقى اللي بتحاربنا دي بتزق علينا عيالنا وأهالينا عشان مش قادرين عليهم. يزقوهم يقفوا يتفرجوا من بعيد. لا حد فيهم ياخد طلقة ولا حد يتصاب ولا حد يموت، لا ويكسبوا فلوس ويخسرونا وعايشين إيه؟ 100 فل و10. يا هشام. يا كوماندور. على قد مكانك وريح شوية. تعال يا واحد الدغدغ يا أخي. يلا.